اليوم مثل ما شاهدتم الكوادر النسوية المتقدمة، لأنه بدأت نهايات العد التنازلي للحملة الانتخابية وأيضا أيام التصويت 10/10 جهزناهم. اليوم كان عندنا خطاب واضح جدا بأنه نحن نمثل كردستان في كربلاء، وقبل تقريبا أقل ساعة كنا مع ممثل ومعتمد المرجع الديني السيد علي السيستاني، وجلسنا مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكان مرحبا بالفكرة أيضا، وكان داعما لأنه نفتح روابط التواصل بين كردستان وبين كربلاء.